ازاي تقدر تفك اي رابط ذهني، زي مثلا انت تشم ريحه بيرفيوم معين تفتكر حد، اغنيه معينه مجرد ما تسمعها تفتكر ذكريات سنين كامله او شخص معين. كل الروابط دي بفضل الله كله هنفكها وهنبدلها بروابط ايجابيه. الناس اللي حضرت اليوم السعيد اللي انا كنت عامله هنا وكلمنا على البصري والسمعي والحسي، انسوا الاختبار اللي انتوا خدتوه. هتاخدوا الاختبار الحقيقي. هتاخدوا يعني لو كنت بصري بجد اشوف هتبقى بصري بجد ولا لا. وسامعي وحسي طبعا يا جماعه ما تنسوش ان اليوم اللي بيبقى فري غير الدبلومه. يعني اي محاضر في الدنيا لما هيجي هيدي يوم فري فطبعا مش هيقدر يدي كل حاجه. غير اللي يجي طبعا دبلومه وهيبتدي يقصر ده وضعه. فالمره الجايه ان شاء الله باذن الله هتاخدوا الاختبار ده. ده الاختبار المعتمد من اكاديميه البرمجه العمال العصريه في امريكا. ده اللي بجد البصر هيبقى بصري والسمع هيبقى سمعي والحس هيبقى حسي. هناخد محاضره بعد كده ازاي لو عندك مشاكل وانت بصري تحلها، وازاي لو عندك مشاكل وانت سمعي تحلها، والحس الغلبان تمام اللي بيبقى اكتر واحد مطحون فيكم تمام ازاي هيعرف يحل المشاكل بتاعته. هل الكلام ده كله بسهوله؟ هو بسهوله حاجه واحده بس، لو انت بدات تطبق اللي احنا بنقوله. كل مره انا هديك تمرين لو خلال الاسبوع نفذته هتلاقي نتيجه. اي علم يا جماعه انت ممكن تاخده ممكن يبقى باللفظ البلدي كده بتاع الغلح. حاله واحده بس، انك تحطه في الفعل. فاكرين لما قلت في فرق بين نفسي وعايز؟ اه هو ده اللي هنتكلم عليه في البرمجه. هل انت عايز بجد؟ ولا بتضحك على نفسك وانت نفسي؟ انا هقول لفظ وسامحوني فيه. كل واحد كده هيتعرى قصاد نفسه. هل انت فعلا بجد عايز تغير ولا لا؟ مش عايز بتاعتك انت حر. انا عليا ان انا هقدم هنا، انا عليا 50% وانت عليك 50%. انا عليا اديك المعلومه ومش هسيبك. يعني لو قلت لي دي ما نفعتش معايا وانت بدات تجرب في طريق واثنين وثلاثه واربعه وعشره. هناخد تمارين كتير، هنشتغل على بعض. انت في الدبلومه دي اسمك ممارس، يعني معالج، يعني زيك زي الطبيب النفسي بالظبط. طبعا شتان ما بين الاثنين، بس انت هتبتدي تحل المشاكل بسرعه. لما يجي لك واحد مثلا عنده مشكله ان هو بيخاف من دخول الحمام وكبير مش صغير، ازاي انت خلال ثلاث دقائق هتقدر تقنعه ان هو يقدر يخش وما يخافش؟ هنقرا الخوف، هنقرا حاجات كتير جدا باذن الله يعني على مدار 10 محاضرات. هنخلص الكلكيعه دي هنبتدي نخش على المتعه الصحه النفسيه. بس هناخدها هنا بطريقه ثانيه خالص. هناخد يوم مع الصحه النفسيه بتعريفها بدنيتها، يومين مع التحليل النفسي ومتعته، زائد ازاي تعرف تفسر الاحلام وايه اللي دخل الاحلام في الموضوع. لما هتدرس التحليل هتعرف ان الاحلام مهمه جدا 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 يا فندم. دي رسائل من عقلك ليك، لو انت ما فهمتهاش تبقى مصيبه. طب ليه الحلم ده بيتكرر معايا كتير؟ طب ايه الرموز؟ هل كل تعبان عدو؟ هل الكلب رمزه ايه؟ هل حفره النار دي مقصود بيها ايه؟ كل ده هتاخده بالتفصيل الممل مع التحليل. وناخد يوم هنتكلم عن الامراض عشان كل واحد بقى يشخص نفسه، هل انا مريض بجد ولا لا؟ في حد فيكم مريض؟ كل لا يعني دي اول حاجه تشيلها من هنا، اول حاجه تشيلها من دلوقتي. انت مش مريض. انت مش مريض. انت مش مريض. انسى كلمه مريض دي خالص. انسى كلمه مريض دي خالص. كفايه اهانه لنفسك، كفايه. انت فيك نفخه من الله. ازاي انت بتهين نفسك؟ كفايه تشوف نفسك كده. الواحد في الماستر اللي بديه في جيرجيا هو شايف نفسه كده وعملها بدواعي كده شفته لنفسي ليه؟ هو مش قادر يتغير. واللي مش قادر هنساعده. هنخلص بقى الصحه النفسيه ونخش على حاجه غريبه شويه. التنويم الايحائي. التنويم الايحائي بيقول عليه المهندس يقول الاسم ده غلط. هناخد درجه ممارس فيه. هتنوم نفسك تنوم الناس.
تمام؟ هتاخد معايا؟ لا لا مش هديك الدرجه دي. لا لا انا هديك اول مستوى، المستوى الثالث ده للناس اللي هتعمل دكتوراه. تاخد معايا اول مستويين، ازاي تقدر تخش العالم النواعي بتاعك، تمام؟ ازاي كمان هتعرف تصلح نفسك كده مع نفسك. تمام؟ هناخد حوالي اكتر من 6 انواع للتموين. ازاي اقدر اعمق التموين؟ ازاي اعرف احل مشكله عن طريق التموين؟ فضلكم يا جماعه كل ال ناخد تقريبا 6 أو 7 مخدرات، هيبقى حسب ان العدد بتاعكم كبير شويه، فهضطر افرق بقى شويه، لان كل الشغل اللي بعمله انا عملي، كل الشغل عملي كله هيشتغل، كلكم هتطلعوا بنمونه. هعلمكم ازاي التنويم الجماعي، تمام، والتنويم الفردي، والتنويم عن طريق المصافحه. لا ده انا ازاي هبتدي اعلمك ان انت ممكن تقنع حد بفكره من غير ما هو ياخد باله، من غير ما هو ياخد باله. تمام؟ لو خدت كلامي وبدات انك تنفذيه، اولا هو مش كلامي انا، انا بنقل علم. بيبقى ممكن في تجربه ان الواحد بقاله سنين في الموضوع ده، فبيحط تجربته بس بعد ما يدي الامانه ان هو ادي العلم الاساسي وادي مصدره. والله يا جماعه وانا جربت كذا فنفعت، عايز تاخدها تاخدها، ما تاخدهاش براحتك، لان انت برضه هتخش منطقه التجربه وهتشوف. فانا ببتدي اهلك انك تبقى ممارس فعلي. لان حضرتك رقم واحد مش عايز اقول بتعالج نفسك، لا انت بتطور نفسك. خلاص؟ هنخلص التنويم هنخش على حاجه غريبه اسمها التخاطر. ازاي تقدر تبعت رساله ذهنيه لحد؟ التخاطر عن موجود؟ ازاي تقدر تبعت رساله ذهنيه لحد؟ والحد ده ينفذها. خلاص؟ عادة انا عملتها براسي. وعملت التجربة دي أثناء المحاضرة. خليت حد بره، وخليت حد موجود، وخليت بعت رسالة زي دي. تاني استقبلها. هنشوف في حد فيكم كده ولا لأ. هي قدرات. هتاخدوا معايا الطاقة. حاجة اسمها البرانا. ناخد الشكرات وهناخد ازاي نوظفهم وازاي نقفل الشكرات والكلام ده كله. عشان احنا بنتأذي كتير من بره. مش بنتأذي سحر وحسد وكده، لأ، خليكم الكلام ده على جنب، احترامي ليه. لا احنا بنتاذي من طاقات سلبيه من الناس ومن الاماكن، ده كله هنعرف ازاي نغيره. تمام؟ دول المراحل اللي انا همشي معاكم فيها، بعد كده هختم معاكم بتيوتي. رقم واحد، تعرفوا ايه عن التنميه البشريه؟ هل هي فعلا اسمها تنميه بشريه؟ ولا ليها اسم تاني؟ حد عارف يعني ايه تنميه بشريه اصلا؟ ازاي تعرف تتكلم عن التنميه البشريه؟ لا ده كلام. اوكي انا ماشي. ده طبعا يعني انا حابب، ما هو وجودك هنا معناه انك ضد كده، تمام؟ لكن هي دي فعلا الصومال بره، لكن بتكلم ما معنى كلمه تنميه بشريه؟ هو متعريف علم تطوير الذات، الناس تطوير الذات. اوكي ايه تاني؟ لفظ كلمه تنميه بشريه المعتمد، كلمة التنمية البشرية المقصود بها يا جماعة مكافحة الفقر ومكافحة المخدرات ومكافحة أي حاجة تضر الإنسان. لكن اللي إحنا بنديه هنا اسمها التنمية الذاتية. ده اللفظ الحقيقي بتاعها. هي انتشرت باسم كلمة التنمية البشرية. لكن اللي بنعمله ده كله اسمها تنمية إيه؟ ذاتية. أنت بتطور نفسك. أنت رقم واحد بتطور نفسك. فلو قدرت فعلا تطور نفسك، عشان كده اخذ دبلومه خليناها هي بي او تي، ازاي تعرف تنقل العلم اللي انت خدته وطبقته على نفسك للناس. وده الهدف ان الكل يخش النقابه. مش هقول الكل هيبقى واو يعني هو ابراهيم الفتي او فلان او علان، لا انا عايزك تبقى نفسك. كل واحد فينا جواه تجربه. كل واحد فينا اتلدع بطريقه شكل. اتفضل.